بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معكم مستر محمد السيد السلموني أهلا ومرحبا بكم على قناة اس تي سي سلموني تريدنج شانل مع كورس كشف الغموض عن زوايا جان وكيفية استخدامها في التداول لكي نفهم زوايا جان كيف ترسم على الوجه الصحيح لا بد من معرفة المفهوم الرياضي الصحيح للزاويه من حيث تعريف الزاويه وكيفيه رسمها وكيفيه قياسها وانواع الزوايا لكن مبدئيا وقبل الخوض في كل هذه التفاصيل لا بد من معرفه بعض البديهيات في الرياضيات مثل النقطه وكيف تنشا وانواع الخطوط النقطه هي المحل الهندسي للمسقط العمودي فمثلا إذا أسقطت القلم في اتجاه عمودي رأسيا إلى أسفل، نحصل على نقطة. وقد تنشأ هذه النقطة من تقاطع منحنى مع منحنى، أو مستقيم مع مستقيم، أو مستقيم مع منحنى. وهذا يقودنا للتعريفات الآتية: الخط المستقيم، الشعاع، القطعة المستقيمة. تعريف الخط المستقيم: هو مجموعه غير منتهيه من النقط المتصله يمتد من كلتا جهتيه بلا حدود اما الشعاع فهو جزء من هذا المستقيم له نقطه بدايه وليس له نهايه مثل شعاع الشمس وكذلك القطعه المستقيمه هي جزء من الخط المستقيم له نقطه بدايه وله نقطه نهايه مثل المسطره والذي يميز القطعه المستقيمه عن الشعاع والمستقيم أنه يمكن معرفة طول هذه القطعة المستقيمة بأي من وحدات الطول النقطة رياضيا لا تعني شيئا إلا إذا كانت منسوبة إلى محاور وهناك نوعين من المحاور يمكن أن تنسب النقطة إليهما المحور الديكارتي ثنائي الأبعاد XY والمحور الثلاثي الأبعاد XYZ اذا كان عندي نقطه كما بالشكل الذي امامي واردت تحديد موقعها والذي يسمى في علم الرياضيات احداثي احداثي النقطه لابد ان انسب هذه النقطه الى محورين المحور الافقي س او ما يسمى اكس والمحور الراسي ص او ما يسمى واي كما بالشكل على الشرط اللي قدامي ده عندي محورين متعامدين اكس واي نقطة تقاطع محور x مع محور y بيديني نقطة الأصل O 0 و 0 ، وبعدين لو قسمت محور السينات x إلى وحدات طول على يمين نقطة الأصل O يسمى الاتجاه الموجب لمحور السينات ويأخذ الأعداد الصحيحة 1 2 3 إلى ما لا نهاية ، وعلى يسار نقطة الأصل O والذي يسمى بالاتجاه السالب لمحور السينات ويأخذ الاعداد الصحيحه -1 -2 -3 وهكذا الى -ما لا نهايه وبالمثل على محور الصادات واي على نقطه الاصل او مجموعه الاعداد الصحيحه الموجبه 1 2 3 وهكذا الى ما لا نهايه واسفل نقطه الاصل او مجموعه الاعداد الصحيحه السالبه -1 -2 -3 الى -ما لا نهايه طيب كيف يتم تحديد النقطة على الشرط؟ عند عمل نقطة على الشرط في هذه الحالة إحداثي هذه النقطة أي موقع هذه النقطة يسمى الزوج المرتب رياضيًا. في الرياضة اسمه زوج مرتب لأنه في هذه الحالة بيكون عبارة عن زوج مرتب من الأعداد المسقط الأول هو القيمة العددية الواقعة على محور السينات والمسقط الثاني القيمة العددية الواقعة على محور الصادات طيب أنا لو عايز أرسم إحداثي النقطة إيه واحد واحد هتحرك على محور السنات الموجب خطوة واحدة جهة اليمين يمين الأو يمين نقطة الأصل واطلع واحد خطوة لأعلى في الاتجاه الموجب لمحور الصادات أعلى نقطة الأصل أو طيب لو عايز أرسم إحداثي النقطة B اتنين واتنين هتحرك في الاتجاه الموجب لمحور السينات يمين نقطة الأصل اتنين خطوة واطلع فوق نقطة الأصل برضو اتنين خطوة في الاتجاه الموجب لمحور السينات كده يبقى أنا عينت إحداثي نقطة B وعينت إحداثي نقطة A وعندي من الأول إحداثي نقطة الأصل صفر وصفر نفس الكلام لو أنا عايز أرسم إحداثي النقطة واحد وسالب واحد النقطة C واحد وسالب واحد هتحرك خطوة في الاتجاه الموجب لمحور السينات على يمين نقطة الأصل واحد خطوة وهنزل واحد خطوة في الاتجاه السالب لمحور الصادات كده يبقى أنا عندي إحداثي النقطة C واحد وسالب واحد كمان لو حبيت أرسم إحداثي نقطة D اتنين وسالب اتنين هتحرك اتنين خطوة جهة اليمين يمين نقطة الأصل على محور السينات وهنزل اتنين خطوة إلى أسفل يعني إلى أسفل نقطة الأصل اتنين خطوة يبقى أنا كده عندي إحداثي نقطة دي اللي هي اتنين وسالب اتنين لو رسمت شعاع مبدأه نقطة الأصل ويمر بالنقطة A ايه وB هحصل على شعاع عبارة عن ترند صاعد يصنع زاوية 45 درجة مع الاتجاه الموجب لمحور السينات بينما لو رسمت شعاع مبداه نقطه الاصل ويمر بالنقطه سي ودي هحصل على شعاع بيمثل لي ترند هابط ويصنع زاويه سالب 45 درجه برضو مع الاتجاه الموجب لمحور السينات بس ممكن حد يسالني سؤال ويقول لي انت خدت زاويه مره بالموجب قلت موجب 45 مع الترند الصاعد وسالب 45 مع الترند الهابط لو انا رسمت شعاع مبداه نقطه الاصل O ويمر بالنقطه A وB هحصل على شعاع ده اللي احنا بنسميه الترند الصاعد هذا الترند الصاعد لو لاحظت بيصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاويه 45 درجه بينما لو رسمت شعاع مبداه نقطه الاصل O يمر بالنقطه C وD هحصل على شعاع يمثل لي ترند هابط يصنع زاويه -45 مع الاتجاه الموجب لمحور السينات، بس أنا سامع سؤال أهو حد قوي الملاحظة هيسألني ويقول لي يا مستر أنت خدت زاوية مرة موجب 45 ومرة سالب 45، يعني لما جيت رسمت الزاوية في اتجاه الترند الصاعد عملتها بالموجب، ولما خدت الزاوية في اتجاه الترند الهابط عملتها بالسالب، أقول له صح ملحوظتك في محلها وهو ده الكلام المظبوط وده يخلينا نعرف الزاوية ايه هي والقياس الصحيح لها او بمعنى ادق ما هو الاسلوب الرياضي الصحيح في قياس الزاوية والذي يغفله الكثيرون تعريف الزاوية عندي تعريفين للزاوية لو انا حرسم في الورق اللي قدامي ده يبقى اسمه التعريف في الهندسة المستوية ولو انا حرسم في الفراغ يبقى اسمه تعريف الزاوية في الهندسة الفراغية بالنسبة للهندسة المستوية يعني أنا برسم في الورقة اللي قدامي دي الزاوية هي اتحاد شعاعين لهما نقطة بداية واحدة بمعنى لو أنا عندي الشعاع AB وخد بالك من الرمز اللي أنا عامله فوق الحرفين AB اتحد مع شعاع آخر AC لاحظ إن الشعاعين دول نقطة بدايتهم واحدة اللي هي زاوية A حرف A يعني هينتج زاوية BAC ممكن انطقها بحرف واحد اللي هي زاوية ايه؟ في ملحوظه مهمه جدا وقاعده رياضيه بتقول لي ان مجموع الزوايا المتجمعه حول نقطه بيساوي 360 درجه، يعني الزاويه اللي قدامي دي لو كان عندي زاويه حاده اللي هي زاويه بي اي سي قياسها 60 درجه يبقى الزاويه اللي في الناحيه الثانيه بتساوي 300 درجه على اساس ان لازم يكون مجموع الزاويتين يساوي 360 درجه. طيب نشوف كمان مثال الشكل اللي قدامي ده عندي تلات زوايا واحدة 90 والتانية 110 يبقى أكيد التالتة هتبقى أيوه أنا سامع حد بيقول لي 160 درجة ليه؟ لأن أنا طبقت عليها القاعدة 360 ناقص 90 زائد 110 360 ناقص 200 يديني 160 درجة القاعدة اللي بتقول لي إن مجموع الزوايا المتجمعة حول نقطة بيساوي 360 درجة ودي قاعدة رياضية مهمة جدا خد بالك منها عشان حتفيدني كتير فيما بعد عند رسم زوايا جان ودلوقتي جينا لأهم نقطه وهي كيف تقاس هذه الزاويه بطريقه صحيحه. صديقي المتداول أحب أديك معلومه أنك سوف تصدم بعد معرفتك الطريقه الصحيحه لقياس الزاويه وهتكتشف إن إحنا طول عمرنا بنقيسها غلط. أما عن كيفية القياس الصحيح للزوايا تمهيدا لمعرفة القياس الصحيح لزوايا جان فهذا ما سنعرفه في المحاضرة القادمة إلى أن ألقاكم لكم خالص تحيات مستر محمد السيد السلموني كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال وأذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحثنا فيه على وجوب وفضل التوكل على الله قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته